سي ميسي مرحبا بك. الله يكبر بك السي لابريغاد. قل لي بعدا برصاوي ولا ريالي؟ ها صافي فوت، علاش ما بغيتيش تجي للمغرب؟ ما راضيش بينا ولا شنو؟ حاشا الشاف، راك عارف ديك المره شنو وقع. شنو وقع؟ ربحناكم؟ لا لا السي لابريغاد، راك شفتي شدني داك الضخم باش يتصور معايا بيدو 44، زرق ليا دراعي، رسم ليا لوغو ديال الفيفا هنا. زعما متاكد على هذا الشيء ما قدرتيش تجي هذه المره؟ هذا الشيء اللي كاين سيدي، اما انا راه كيعجبني الجو ديال المغرب، وملي كنجي كندي معايا البينه وبيضات وشويه اللحم من حد السوالم. واخا سيدي، هاد السيد زرق لك دراعك ومن بعد عادي، راك بحال اللي لاعب ماتش وضربك شي لعاب. دابا انا ما عنديش مشكل في نتقصح ولا ما نتقصحش، المشكل عندي مع المدام. اجاب المدام لهاد الشيء بلا ما تبقى تعوج لينا في الهضره سي ميسي. والله سيدي لهاد الشيء اللي كاين، المراه شافت دراعي زرق قالت لي شكون، قلت لها واحد الساط مغربي بغى يتصور معايا، قالت لي كذاب هذا لاطراس ديال بنت. ايوا زيد سيدي. ايوا وانا ديجا عندي مشاكل مع المدام، كتقول لي نسكنوا بوحدنا وانا باقي مسكنه مع الوالده وزيد وزيد. ولكن في الاخر عرفت الحقيقه باللي راه ماشي بنت، غير واحد من لي فان. بزز باش قنعتها، عيطنا لسواريز كان حاضر ودخلوا الناس. بنتي ليا كدوخ عليا السي ميسي، هذا سبب غير مقنع. مراتك دابا تكون اصلا نسات الحادثه ونسات واش بنت ولا ولد. تعش من نسات الله يهديك، راه مازال شاكه باللي بنت. قلت لها نمشي للمغرب هذه المره، قالت لي توحشتيها. ايوا دابا انت ما جيتيش وحنا ضعنا. فاش ضعتوا السي لابريغاد؟ ضاعوا الناس اللي شراو التيكي. وسيدي انا هذا الشيء كنحمل مسؤوليته للسي رجع يعوض الناس اللي ضاعوا. لا لا كتفلى علينا دابا، كتفلى علينا، كي غيدير يعوضهم؟ غادي يدفعوا الملفات ديالهم ويتسناو، والسي القجاع كنعرفو انا الله يعمرها دار ما نظنش يضيعهم، وديك الساعه يا اما غادي يرجع لهم فلوسهم ولا يصيفطهم ليهم روشارج. اودي يا ميسي جيتي غنهار المغرب وليتي عارف كاع القوالب.